شتو هذوك لي بورت مونجي تاع البلاستيك هذوك واش نديرهم بعد ما نظفهم جيبوا قماش ابيض فرشوه كامل الداخل خلوه يخرج كاع برا هكا على اليمين اليسار كاع لي كات كوتي من بعد نستعملوا ورق المزبد يعني مثل هذا الورق اللي نخدموا به هنا نقصوا على حسب البورت مونجي مثلا فيها 20 سنتيم على 10 ولا 60 على حسب المقاس واش نديروا نفرشوه من بعد نديروا الكاتو عندنا زوج تطبيرات التطبيره الاولى كيكون كاتو بال يعني بالمعسل معسل نديروا هذه التقنيه نديروا كوش من بعد نديروا ورق المزبد من بعد نديروا كاتو معسل من بعد ورق المزبد حتى نطلعوا كامل الفوق نجي نعاود ندير ورق المزبد من بعد واش ندير نغلق بهذاك القماش الابيض فينا هذاك نعاود نغلقوا راح يطول هذه التطبيره الاولى في لي كاتو تاع المعسلين كيما القريوش كيما المشوه كاين الججلانيه معسله الطريقه الثانيه كيكون عندنا تاع الكلاصاج مخبز العريش بزاف عندنا حلويات بالكلاصاج تاع الشوكولا ولا بورت مونجي نديروا نفس القماش الابيض من بعد واش نديروا نحطوا البابي فيلم من بعد نديروا شويه كاطو نديروا بابي فيلم شويه كاطو بابي فيلم حتى الفوق نعاود نغلق راح مدة الصلاحية راح نطول لنا وراح يبقى الحلوة تاعنا هشة وطرية. مشاهدينا الكرام أعطانا تطبيرة اليوم الشيف مصطفى إن شاء الله نكونوا لا تكونوا أنتم استفدتوا بها كما كم تشوفوا معنا الأطباق تاع اليوم هي سابلي عندنا حلوة حلوة بفواكه مجففة وعندنا العرايش. العرايش حلوة في الكواليس قاعده تقريب ساعتين فوالا تم التصوير حطيناهم حتى الشف دونك انتم هذه هي الطريقه تاعكم كيفاش تدوروه دائما تحكموا الحبه الفوق هكا باش يجي بومبي هذا هنايا دونك هذا